السلام عليكم. بالموازاة مع عملية تأهيل ملعب محمد بوبدراك ببلدية شلف في ولاية شلف، إذن يتم حاليا تأهيل المركب أو المركز تحت التدريبات في كرة القدم اللي يقع بشلف كذلك، واللي كما نلاحظ هنا المركز هذا كبير جدا ويقع في محيط جميل. إن شاء الله هذا يعني الهياكل الرياضية الكروية تعم كل ولاية الوطن وتكون فيها مفتوحة للشباب لكي يمارس الرياضة، وتكون يعني تمد ظروف ملائمة لتطوير كرة القدم في الجزائر. أترككم تتابعون هذا الفيديو، والسلام عليكم.